وتصدر الدوري ودفاع تجنانت جرت في اجواء بارده وبارده جدا، وانطلقت على الساعه السادسه مساء. المباراه تدارها طاقم التحكيم بقياده نبيل بوخلفه، سراج حلام والزواوي بوبكر كحكم رابع. العلامة الكاملة في هذه المباراة تمنح لجمهور اتحاد العاصمة الذي غزا ملعب لهو اسماعيل في أمسية باردة، فكان امتزاج وفاء الجمهور مع الألوان الحمراء والسوداء. أولى المحاولات كانت للدفاع، وبن يحيى المدافع الحر ينقذ الموقف. نلعب بالدقيقة 24 وشبال اليمين بوغرارة يفتتحون مجال التهديف، فبعد كرة ثابتة لطيب محمد الحارس بيرفان يصد المحاولة الأولى بنجاح، تجد دمان حمزة يمرر التمريرة الحاسمة لعيب أشرف، مباشرة يضع الكرة في الشباك معلنا أولى وآخر إصابات اللقاء لصالح دفاع تجنانت، وفرحة هستيرية كما تشاهدون. والملاحظة التي تسجل أن الطريقة التي لعب بها الدفاع اليوم توضح التكليك الذي أحدثه اليمين بوغرارة منذ مجيئه. محاولة الدفاع استمرت وكانت خطيرة في أغلب الفترات، لنسجل هذه المحاولة في الدقائق الأخيرة من المرحلة الأولى لصالح بنغيث عبد الرؤوف اتحاد العاصمة، وكاد بنغيث يعدل لولا التدخل الموفق للحارس مقرني، وهدف دون رد لصالح الدفاع نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية والدخول القوي لاتحاد العاصمة جسدته محاولة اللاعب المستقدم من ليبيا معيد لافي أمام حضور قوي للجيش الأحمر والأسود الذي لم تقهره برودة الطقس لمساندة فريقه. اليمين بوغرارة لعب المباراة على الأعصاب من على خط التماس، فكانت التوجيهات لتطبيق خطته بحذافيرها كيف لا وهو يلعب أمام متصدر الدوري اتحاد العاصمة. التوجيهات ترجمتها محاولة ماروسي الطيب، ثم نعيش أجمل لقطة في المباراة، تمريرة حاسمة لبن ساحة بلال وعطوش وجها لوجه بيرفان يتفوق. آخر محاولة اتحاد العاصمة لم تأتي بالجديد رغم إضافة 6 دقائق كوقت بدل ضائع، لتنتهي المباراة بتفوق دفاع تجنانت هدف دون رد، وعلامة كاملة لجمهور الجيش الأسود والأحمر الذي تحمل قساوة الطقس ومرارة النتيجة وناصر فريقه وحي المنافس وبكل روح رياضية.